القطاعات المهمة جدا، القطاعات الخدمية، القيادة السياسية العليا بتركز على الصحة وعلى التعليم. احنا بالنسبة لنا طبعا انا كنت متكلم مع كل مدير المستشفيات ومدير الادارات ومدير الادارات الفنية في مديرية الصحة هنا عشان نحط خط نمشي عليه. الخط ده كان كله في الاخر الهدف منه خدمة المريض الغلبان الفقير اللي هو احنا كلنا بنسعى ان احنا نخدمه، وصدر حد دي اهم حاجة عندي. الحاجة الثانية دي المحاور تتسع على حاجة ثانية، حسن معاملة المرضى، ان دي من الحاجات المهمة جدا ان احنا ما نتعامل مع المرضى كويسين. حتى لو بنقدم خدمة على قدنا على قد امكانياتنا يعني، المريض هيبقى برضه مبسوط ومستريح، فانا عايز اريحه بالطريقة دي. اتكلمت على زيادة عدد الحضانات وعدد اجهزة التنفس الصناعي، لان دي عندنا مشكلة فيها في عدد اجهزة التنفس الصناعي في محافظة المنوفية. عندنا عدد حضانات كتير وعندنا عدد سراير عناية مركزة، لكن عدد الاسرة التابعين اللي هي التنفس مزودة اجهزة التنفس الصناعي قليلة الى حد ما. فانا الحمد لله برضه من الحاجات اللي احنا مركزين عليها في الفترة القادمة ان شاء الله. الحاجة الثانية طبعا الطب الوقائي، بما طبعا المية ومشاكل المية، انت عارف ان بيه ممكن يجي منها امراض معدية كثيرة جدا او امراض حمى تيفود او غيره او غيره. احنا طبعا هنركز مع قطاع الوقائي عندي، وان احنا يبقى ده حاجة من الاهداف الرئيسية، ان احنا دي نمشي في كل واحدة لها معيار لوحده. مستشفيات الصدر طبعا عندنا مستشفيات صدر وعندنا مستشفيات حميات على اعلى مستوى، وحقيقة المستشفيات هنا يعني من الدراسة الأولية كده إن شاء الله إحنا عندنا مستقبل باهر للصحة في محافظة المنوفية. أولاً أنا هركزت في المرور على الوحدات الصحية في القرى وفي الريف، دي أول نقطة. النقطة الثانية إن مكتبي مفتوح لأي مواطن مهما كان، يجي في أي وقت هيكون في استقباله، لو في أي مشكلة هيجي لي، عندي مشكلة صحية معينة وأنا عايز أشوفها. إن طبعاً أستشاري جراحة الأطفال، لو في حاجة خاصة بجراحة الأطفال أنا برضو ما عنديش أي مشكلة خالص. وانا نبيت على دكاتره مدير المستشفيات النهارده وقلت لهم عندكم اي عمليه خاصه بجراحه اطفال، سواء شفت ارنبيه اطفال في مجرى البول، اي عمليه خاصه بجراحه الاطفال انا برضو ما عنديش مشكله ان انا اروح اعملها لهم هناك. سواء مريض مش عنده مشكله فيها، انا برضو يعني في خدمه انا بقدمها حاجه شخصيه مننا لان ده تخصصي. الحاجه الثانيه طبعا تنبيه على اداره مدير الادارات ومدير المستشفيات، حسن معامله الجمهور، ولو في اي حاجه شكوى لازم تتحل فوري. يعني مفيش حاجة اسمها مريض يروح في حتة الفنانية ولا أنا ملقيتش أو لقيت. احنا عندنا بوابة الكترونية موجودة في مديرية الصحة، ممكن يخش عليها ويكتب الشكوى ويكتب الحاجة. عاملين أي طبعا أنا لسه طبعا متعرف بهيكل المديرية، لأن أنا ثاني يوم استلمت المديرية. إن شاء الله المواطن هيحس بالخدمات اللي احنا نعملها له.